العقل محتوى الأفكار، والكتاب ترجمان المعرفة وخلاصة الفكر. كرنفال المعرفة في منطقة الثقافات دشن برعاية كريمة من أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز. اليوم ولمدة عشرة أيام أخرى متتالية ستحتفي القصيم بالثقافة والكتاب، إيمانا منها بأن الثقافة هي أساس بناء الحياة الكريمة، وأن الشعب الذي يتسلح بالثقافة السليمة يستطيع أن يبني مستقبله. القصيم ومعرض الكتاب الأول جاء بإشراف من وزارة التعليم ليشكل منعطفا مهما في ثقافة معارض الكتاب. شكرا يا دكتورة، ما قصرت، الله يخليك. الوزارة كان لها القصب السبق الأخرس. تظل هذه النفحات من الحماس للقراءة وتشجيع الطلاب والطالبات عليها ليست كافية ما لم نتمكن من جعل الكتب في متناول كل طالب وطالبة، الورقية منها أو الرقمية. انتشار المعارض في مناطق المملكة الحيوية بادرة طيبة تتيح استمرار النشاط الفكري وتشجع على توزيع فرص النشر الأكثر. حقيقة أنا سعيد جدا هذا اليوم، أعتبره عرس ثقافي قصيمي توج بإطلالة كريمة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم. الشكر والتقدير لسموه الكريم، الشكر والتقدير لمعالي الوزير الذي وجه باختيار القصيم لهذا المعرض. تأتي أهمية مشاركة المكتبة الرقمية السعودية في معرض القصيم للكتاب استشعارا لرؤية معالي وزير التعليم وحرص معالي نائب وزير التعليم في الشراكة المجتمعية التي تتبناها المكتبة الرقمية السعودية في مجال الوعي المعلوماتي والرقمي لكافة فئات المجتمع. رطب منطقة القصيم في هذه الأيام علم ومعرفة وبحلة ثقافية أكثر نضجا وكفاءة. لقناة عين بدر التوسري، القصيم.